أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وهذه الحلقة من البرنامج والتي نتابع فيها مع حضراتكم حركة البيع والشراء داخل سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة أسوان. أحد مزارعي المانجا بقرية فارس، وفارس معروف مشهورة بالمانجا بتاعتها، والنهاردة أنت موجود في الشادر هنا. موسم المانجا عندكم بدأ إمتى السنة دي، وإزاي بتوزعوه وبتبيعوه معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، موسم المانجا عندنا بيبدأ من 15/6 لحد آخر 7، ففي ناس طبعا اللي هم بيقطعوا بدري ده، فبتكون المانجا مش كويسة. لكن المانجا من بداية طيابها الأساسي بيبدأ من 15/6 في أنواع معينة، اللي هي مثلا الصديق، وفي نفس الوقت ثاني اللي هو اللهم صل على سيدنا النبي التومي. دول أول حاجة بيطيبوا بدر عندنا، بيستوي 15/6، يكون يعني من 10/6 بالضبط يكون ابتدى خلاص كده الحالة نزل فيهم ويتأكلوا على طول، تمام. بعد كده بيبدا موسم الحصاد اللي هو او الجني بتاع المانجا، من 15/6 بيبدا الزبده والويسي والجلوك والكيتا والنعومي، وانواع كتير جدا 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 لا حصر لها عندنا. من مش كل الانواع اللي انت، مش كل المانجا اللي بتجيبها انت دي نوع واحد؟ لا طبعا، كذا نوع وكذا صنف وكذا واكثر من 1000 نوع. الزرع بكون كل الاصناف دي مزروعه عندك؟ طبعا. يعني بتحصدها وبعدين تبدا تصنفها وتحطها في قفاصه بعد كده؟ ايوه، كل نوع وحديه، وكل حاجه ليها ثمن، وكل حاجه ليها سوقها معينه، وفي حاجات بتطلع تصدير، مش كل المانجا بتنزل عندنا هنا في الشادر. تمام، هنا بيطلع الطايب اللي ما برضه اللي ما يلحقش يسافر حتى القاهره، او مثلا يروح اسكندريه، او يطلع بره مصر خالص. في عندنا برادات بتيجي بتاخد من الزرع او من التجار نفسهم من نفس المكان، زي التومي والنعومي والصديقه والزبده، بس بيكون لهم طلبات ومواصفات معينه، بحيث ان الزرع ده يوصل بره كويس، يعني المنتج يوصل بصوره كويسه خارج البلد. تمام. ابراهيم، انت بتتعامل ازاي مع الشادر هنا؟ يعني هل انت بتعبي عربيتك وتجيب بضاعتك وتعرضها للبيع، ولا بيكون في اتفاق مسبق مع التجار اللي هنا؟ لا، احنا هنا بنتعامل مع الحاج عبد الرحيم، بسم الله ما شاء الله يعني مريحنا كويس، وشغله بسم الله ما شاء الله وبيعه كويس، وفي نفس الوقت راجل يعني ما في قفاه وفي وشه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، راجل معلم بمعنى الكلمه. على ذمه تاجر معين؟ مش كل حد هيفهم صنف المانجا ايه، والوحش فيه يتباع بكام، والكويس بكام، والنوع ايه. لازم يكون واحد فاهم ومتخصص
ودارس. بناء عليه بتحدد السعر؟ يعني هل انت بكون في اتفاق مسبق على السعر، ولا انت بتيجي النهارده يعني انت بتقول له السعر كذا، ولا هو اللي بيحط لك السعر؟ السعر حسب السوق، وكل صنف له ثمن، وكل درجه في الصنف نفسها برضه ليها ثمن. يعني في مثلا درجه اولى بيكون يستحمل ياخذ اسبوع يتاكل، 10 ايام يتاكل. في صنف درجه ثانيه بيكون طايب زياده كويس، اخره 3 ايام 4 ايام وبعد كده يطلع عصاير، فده بيكون اقل سعر من الدرجه الاولى. وفي نفس الوقت يعني مش كل الاصناف ليها ثمن واحد. يعني التومي له سعر، الصديقه له سعر، العويسي له سعر، المنشاوي، اي حاجه، الهندي له سعر، الكيتا له سعر، كل حاجه بتختلف عن الثانيه. كنت كمزارع اليد الاولى بقى اللي هو بتبدا هتحط السعر الاساسي اللي بناء عليه بقى هيحطه ده هامش ربح وهامش ربح لحد ما يوصل للمستهلك، انت بتسعر بناء على ايه طيب؟ السعر على حسب السوق. يعني في اي مكان انا بقول لك هي بضاعه ولا سوق، تمام؟ البضاعه بتكون كثيره مغرقه السوق، فلازم بيريح السعر شويه. دلوقتي مثلا اخر موسم الحصاد فبيرفع السعر، ما خلاص كده اللي عنده زرع كله قطع خلاص، او في نفس الوقت جنى اللي عندي، الانتاج قل دلوقتي، ابتدى يقل دلوقتي، فلازم السعر يرفع، تمام؟ وفي نفس الوقت اول الموسم بتكون بشاير زي الصديقه والتومي بيكون السعر رافع. في وسط السوق اللي هو من 20 من 25/6 لحد 10/7 بيكون مثلا في خضار كثير او منجا كثير في السوق. يعني اللي لحق خزن من بدري، ولا في فرصه لسه في المعروض حاليا؟ في فرصه بالنسبه للتخزين، التخزين دلوقتي بيكون يعني عصاير، تمام؟ اغلبيته عصاير، فالعصاير ده في اي وقت موجوده متاحه، بس في نفس الوقت يعني السعر برضه بتاع المنجا يعني مش بينزل يعني لدرجه ايه يعني. المزارع اللي بتتحكم في السعر بناء عليه هيزيد ولا هينقص؟ عايزين ندي يعني نصيحه للمستهلك اللي ما خزنش يلحق يخزن دلوقتي، ولا يعني مستقبلين خلي بالك كل مالها الاسعار هتعلى معاه؟ خلاص كده من دلوقتي رايح، هو اصلا المنجا مش هتلاقيها اصلا. ايوه المنجا نزل، مش لما لو ما لحقش يخزن دلوقتي يعني 10 ايام بالكثير الموسم ده خلاص فض. بضاعتك بكره وبعد كده مش هتجيب خلاص. الجو اصلا خلاص مش هيخلي منجا فوق الشجره ثاني. الجو بالنسبه لشهر 7 من 15/7 ورايح، حتى لو قاعده خضراء بتطيب وتنزل على الارض. فلازم دلوقتي اللي يلحق يخزن. بعد كده 10 ايام 5 ايام ثاني بالكثير مش هيلاقي منجا. المنجا بتاعت اسوان ممكن تلاقي المنجا بتاعت بحري. بتاعت اسماعيليه وبتاعت يعني، وفي فرق شاسع بين ده طبعا. دي لها مواصفاتها ودي لها مواصفات. غير معروفه طبعا، كل واحد عارف الفرق بين ده وما بين ده. احنا بتاعتنا احنا هنا بتروح في اسكندريه وفي القاهره بتتباع بسعر اعلى جدا من بتاعت اسماعيليه وغيره. السنه دي بما انكم كنتوا خلاص على اخر الموسم بتاع المانجا بتاعكم،
اخباره ايه السنه دي؟ هل احسن من السنه اللي فاتت ولا زيها ولا اقل؟ والحر ده افادكم ولا اضركم؟ والله هو الحمد لله هو كله رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس بالنسبه لنا احنا والله الحمد لله موسم كويس جدا بالنسبه للمزارعين كويس، وربنا يكون في عون التجار، يعني في ناس تشتري غالي ربنا يكون في عونها كويس، وفي نفس الوقت يعني بالنسبه للمزارع يعني احنا في حوالي شهر 4 كده شويه هواء قامت نظفت الزرع، يعني نزلت كله على الارض، ولكن ربنا الحمد لله بربنا بارك فيه وجاب، وكل الناس اتبسطت وتعشت 100 100 الحمد لله. الحراره الشديده دي عجلت بس ان المانجا تستوي على ابوها بسرعه؟ طبعا هي مواعيدها الاساسيه، مواعيدها العاديه اصلا من 15/6 من 10/6 ل 25/7 20/7 بيكون. يعني الحمد لله السنه دي التغيرات المناخيه ما ضرتش معاكم حاجه، جات معاكم تصفي. الحمد لله الحمد لله، لا تعشتوا معانا تمام التمام الحمد لله. يعني كله بيرجع في الاخر المستفيد المستهلك، ما هو في تغيرات مناخيه في ضرر، السعر السلعه بتشح وسعرها بيزيد، لا الامور مظبطه تمام التمام، السعر السلعه بتتوافر والسعر ما شاء الله. احنا بنشوف المانجا يعني من 15 جنيه وانت طالع، والكيلو من 10 جنيه وانت طالع برضه بعد. طبعا يعني بالنسبه للتغيرات المناخيه الحمد لله ما فيش غير تغير واحد اللي هو عمل مع المزارع، بس ده مش بايد حد، بيد ربنا سبحانه وتعالى كويس، اللي هو يعني تراب وهواء كده قام لف الزرع نظفه، بس الحمد لله برضه ربنا بارك في الاخر وتمام الحمد لله. عبد الرحيم احد شباب التجار هنا في سوق الجمله بمدينه اسوان. عايزين نتكلم عن الاصناف والسلع اللي موجوده هنا، اكثر سلعه تلاقيها موجوده بغزاره هنا وكميات كبيره حضرتك. المانجا طبعا اكثر سلعه عشان ده الموسم بتاعها، مثلا في موجود العنب والبطاطس والبصل، بس برضو اللي عليه الضجه المانجا عشان ده الموسم بتاعها. الموسم بتاعها حاليا يعتبر في منتصف الموسم ولا في اخره وخلاص يعني؟ لا في منتصفه، يعني يعتبر اديها شهر كده وحضرتك تلاقي المانجا قلت كلها بنستردها من بره، يعني مثلا بنجيبها من الاسماعيليه. اسماعيليه اسيوط كده. لكن هنا اللي هي احنا بنتكلم عليها المانجا حاليا اللي هي بتاعت اسوان. لا بتاعت اسوان شغاله لحد مثلا بنديها شهر تاني وتلاقيها قلت شويه، والمنتج السعر بتاعه غلي عشان المنتج هيكون قل طبيعي. دلوقتي المنتج كتير والسعر متوسط نورمال، يعني في المتوسط السعر مش جامد ولا قليل. كان بيميز او اللي بيميز المانجا بتاعت اسوان، انا شايف منها اشكال والوان يعني هنا واحجام مختلفه. هي والله يعني الطبيعه اللي يعني الميه مثلا تكون الصرف كده، يعني الشمس كده، المناخ بيكون اللي بيميز المانجا. طعم خاص اكيد يعني مثلا يعني اللي دايما اللي بيميلوا للتخزين اسوان. اسوان طبعا اسوان، اسوان ريحه وطعم وشكل نوعا ما. الاسماعيليه شكل احسن بكتير. نتكلم
برضو على الاصناف الثانيه اللي موجوده عندك برضو. انت مش خلاص يعني عشان موسم المانجا بتنقطع للمانجا، وان كان في بعض التجار ما يبيعش غير مثلا ايه سلع موسميه يعني، فانت ايه السلع الثانيه اللي موجوده عندك هنا النهارده واللي برضو عليها اقبال موجود؟ عندي اللي عليها اقبال مثلا دلوقتي العنب، العنب والبطاطس والبصل، يعني اكيد مش هتدخل يعني بيتك مانجا بس، اكيد هتجيب مثلا عنب بصل بطاطس كده. والتين الشوكي برضو نفس الكلام. اسعار العنب ايه اللي حاليا؟ هل العنب برضو شادت زي ما كان بدا كده، ولا هي دي تعتبر الاسعار العاديه بتاعته؟ لا العنب قل شويه، والاسعار يعتبر مش العاديه برضو غاليه، والمنتج قل نوعا ما. بنشوف بره في الاسواق انواع من العنب بتوصل كيلو ل 40 جنيه واكتر يعني. ب 40 جنيه واكتر. ما طبيعي عشان قلل هنا يعني المنتج قل، بدل ما يجيبوه هنا وكده فخليهم عندهم في العبور احسن يعني، بينزل على طول عندهم. البطاطس اخباره ايه هنا عندك؟ البطاطس برضو بقى لها اسبوع مرتفعه، المنتج قل والبطاطس مرتفعه زياده على الكيلو كتير. يعني بنشتريه بره ب 25 جنيه. تمام، عندنا احنا مثلا هنا يتباع 18 20. سعر الجمله بتاعتك؟ سعر الجمله. ده سعر الجمله عندنا 18 20. هل ما زال هذا السعر ثابت، ولا من متوقع انه ينزل ولا يرفع ولا مش عارف؟ متوقع انه ينزل. ينزل شويه. لما باذن الله كده اسبوع تاني ويكون نزل ان شاء الله. البصل اخباره ايه برضه؟ البصل مستريح شويه الاسعار بتاعته؟ البصل لا مستريح خالص عشان التصدير قل. يمكن نتكلم عن البصل والبطاطس والمانجا النهارده كسلع بتتصدر اساسيه يعني. هنا ايه السلع اللي انت بتتاثر لما يكون معظمها للتصدير بتاثر بها السوق عندك، وفي السلع اللي هي مهما صدروا منها لكن موجوده بكثره هنا؟ اللي هي اللي صدروا منها وبكثره المانجا. المانجا مثلا عشان كتيرة فاديها شهر كده تاني مع التصدير هتقل خالص، هتضطر انت تجيب من الاسماعيلية من محافظة تانية أخرى. يعني أصناف تانية بأسعار تانية؟ أصناف تانية بأسعار تانية كتير. تكون أقل من الأسعار العالية، ممكن الحالية ممكن تكون أعلى. ممكن تكون أعلى وممكن تكون أوطى شوية زي ما قلت حضرتك. لكن تصدير المانجا اللي هي حاليا بتاعت أسوان بتتصدر ما تأثرتوش انتوا يعني السوق ما شاء الله يعني؟ ما شاء الله لا ما تأثرناش يعني، اديها كده مثلا شهر وتلاقي كله نزل، تأثرنا كلنا. لكن البطاطس والبصل هي من السلع اللي هي لو يعني لو استهلكوا او اخذوا كميات كبيره في التصدير بتأثر زي ما حصل؟ بتأثر زي ما حصل في البصل السنه اللي فاتت، كان تصديره كده فكان قليل خالص عندنا هنا في اسوان. دلوقتي البصل الحمد لله يعني في مصر عامه في الجمهوريه كتير موجود حاليا. السعر بتاعه يعني نزل وثبت على متوسط؟ حلو الحمد لله، احسن بكتير. مفيش خوف ولا قلق منه يعني انه مثلا شايف ان الكميات الوارده اقل بدات تقل مثلا او كده؟ لا 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 زي ما هو الحمد لله يعني. طيب احمد نرجع نتكلم على انها عندك سلع انت لازم تطلع يوم بيوم، يعني ايه السلع اللي يعني ماشي البطاطس والبصل ده ممكن ياخد يوم يومين اسبوع، لكن السلع زي المانجا والعنب دي والحاجات دي ازاي بتحاول انك لازم تطلع يوم على الاقل تاخدها؟ عشان بتكون مثلا الكترة في عند التجار، فانا بحاول اطلعها بسرعه خالص عشان الحاجه ما بتقل الجوده بتاعتها. الزبون لو شاف الجوده بتاعتها وحشه اكيد مش هيجري عليها. وبالتالي انت بتحاول الحاجات دي تطلعها على قدر من الامكان اخليها. وانت ما تاخدش كميات، تشتري كميات تخزنها؟ اخزن. لا لا تقبل التخزين، لسه عايز تخزن اديها اسبوع تاني كده شهر مثلا عشان الحاجه تكون احسن.
ختام هذه الحلقة والتي تابعنا فيها مع حضراتكم حركة البيع والشراء داخل سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة أسوان، نشكركم أعزائنا المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة.